الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الجديد ديالي إن شاء الله غتكون شي حاجة، وعدو الجمهور بأنها تكون شي حاجة زوينة لا تعجبو، حنا تنوجدو إن شاء الله ويكون خير إن شاء الله، من هنا لرمضان ولا من هنا بعد رمضان. لا من بعد ستاند أب ماشي ما كاين حتى حاجة، ولكن حنا تنوجدو إن شاء الله. ماشي غتجي غدير شي حاجة، خاصك ضروري توجد ليها وتحط ليها القوام ديالها كيف تيقولو، باش تكون شي حاجة زوينة إن شاء الله. ومن بعد رمضان ولا في رمضان إن شاء الله غتكون شي حاجة إن شاء الله. بالنسبة كيفاش دازت التجربة ديال الستاند أب، دازت تجربة زوينة وتلاقينا مع مبقاو صحابنا ولا خوتنا، لأن شي تيستافد من واحد تيستافد من واحد، والحمد لله بقى العلاقة زوينة مع كل شيء الحمد لله. ومازال نتلاقاو إن شاء الله في أعمال مع الدراري اللي كانوا في ستاند أب، نتلاقاو معاهم في أعمال يمكن تلفزيونية يمكن ديال الويب على حساب، ونتمنى التيسير إن شاء الله الكل. تنشكر موقع إلكتروني أشواقع وتنتمنى للتوفيق والمزيد من العطاء إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.